ولا غضاضة على الجاهل أن يسأل، ولا غضاضة على العالم أن يقف حتى يتبين، بل هذا من الدلائل على خوفه من الله وعلى ورعه وعلى طلبه للحق. فالحق ضالة المؤمن، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله كما قال أهل العلم، ولا أدري نصف العلم. فالواجب على من سئل عن علم أن يبينه ولا يكتب بالأدلة، ومن اشتبه عليه الأمر أجل ذلك، ولا غضبت عليه أن يقول أمهلوني أمهلوني حتى أنظر حتى أراجع الأدلة وكلام أهل العلم، هذا هو الواجب عليه، أو يقول لا أدري.